فكاتب الدولة المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد على الإمكانات السياحية التي تزخر بها ولاية شلف، داعيا إلى ضرورة تثمينها لاستقطاب أكبر عدد من السياح والمستثمرين في المجال. عبد القادر بن غنو. الواجهة الساحلية للولاية كانت المحطة الأولى لزيارة كاتب الدولة المكلف بالسياحة، حيث استمع إلى شروحات حول تهيئة المناطق العشر للتوسع السياحي بدائرة بني حواء والموزعة على 6 بلديات. هذه الولاية لها من المؤهلات ما يمكنها أن تجعل منها قطبا سياحيا بامتياز، خاصة وأن هذه الولاية تسخر على غرار الولاية الساحلية الجزائرية بعدة مقومات سياحية لا مادية. أذكر على سبيل المثال الأسطورة الجميلة لماما بنات التي يمكن بصفة جميلة جدا تحويلها إلى منتوج سياحي يمزج بين السياحة الساحلية، السياحة الدينية، السياحة الثقافية والسياحة التاريخية. تثمين المؤهلات السياحية سيجلب حتما المستثمرين لإنجاز مشاريع سياحية سينجر عنها تنمية اقتصادية واجتماعية.